الشهرة هدفه، النجاح حلم، طموح للمجد، دروس، نظام، دقة، رح يقدموا أفضل ما عندن أمانته. رابح واحد، انتو بتقربوا. شيماء، فادي، هناء، هاني، جوزيف، خليفة، مايا، محمد، ريم. مساء الخير. ليكو شو رأيكم ترجعوا تعيدوا هاي صلالات نفسي؟ شكرا. مساء الخير لجميع مشاهدي الـ ABC والفضائية اللبنانية وين ما كنتوا، بكل بيت عربي وبأي مكان بالعالم. ومساء الخير لجمهور البرنامج والفانز وهالجمهور الكبير الموجود معنا.
داري ستار اكاديمي كرماله عم بيشاع ويضوي بكل سهرات الجمعه. اخبار الاكاديميه والطلاب شاغل الناس والصحافه العربيه ومعظم الاذاعات. والليله ايضا البرايم ال11 رح يتصدر كل العناوين، وبنبدا مع ضيفنا الفنان المصري الكبير هاني شاكر، وهاني بيغني مع هاني بحبك يا غالي. خلاص حبيت الضحكة دي وعشقت النظرة دي من بين عيون الناس. بحبك يا غالي دايما على بالي، بحبك يا غالي وليالي تيجي حبيبي كلها. عشانك يا عمري هعيش بس ليك، وبحلف بعمري ما غيب عن عينيك. انا ملك قلبك انا روحي فيك، وكل حبيبي اقول لك معاك. عيني وحياتي وقلبي فداك، ماليش الا قلبك وبعشق هواك. بحبك يا غالي حبيبي تقولها ليه. عشان انت قمري وشمس وهوايا، وجودك معايا ده عندي كفاية. يا وعدي ومنايا يا اجمل حكاية، معاك للنهاية طريقي وطريقة طريقة عشقي. بحبك يا غالي دايما على بالي، بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي تقولها. بلبنان وبستار اكاديمي، اهلا بيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك هاني. كيف شفت الطلاب؟ باي حماس شفتهم قبل اسابيع قليله من ما نتوج نجم من بيناتهم؟ الحقيقه شايفهم طبعا يعني مصرين كلهم على انهم يستمروا لاخر السباق، وعايزين كل واحد فيهم يقدم نفسه بشكل جميل. وعايز اقول احلى ما في الموضوع بجد الجمهور الجميل اللي موجود كل مره ده، يعني الجمهور بيشجع ده لوحده، الجمهور ده لوحده يعني هيشجعهم كلهم للاخر ان شاء الله. هاني، كل فنان بيحافظ على موقعه من خلال الاعمال الفنيه اللي بيعملها. السؤال بدي اسالك اياه، انه كيف بحافظ الفنان على صورته سنه ورا سنه؟ الحقيقه الحكايه طبعا دي محتاجه مصابره ومتابعه، لان الفنان شكل وصوت وموهبه يعني واختيارات فنيه، فكل دي حاجات الحقيقه لازم الواحد يبقى واخد باله منها. وانا قصدي الشكل كمان. أصدق. طبعا مهم اكيد، بس مش الشكل لوحده. نعم. يعني الشكل مهم، الصوت ان انا احافظ على صوتي بلياقه صوتي المرونه اللي فيه لازم تبقى على طول. دي مساله محتاجه تمرين ومحتاجه طبعا تمارين ومحتاجه متابعه ومحتاجه ان انا اعرف ايه اللي اكله ايه اللي ماكلوش ايه اللي اشربه ايه اللي ما اشربوش. يعني هيدي شغل الفنان ما بيطلع منها اكيد. هم كمان هنا في الاكاديميه بيعرفوا الاولاد الجمال دول. نعم. ان شاء الله اكيد الحاجات. نعم. دي باذن الله. هاني، نحن بنتمنى تبقى بكامل حضورك صوت وصوره. شكرا. وانت باقي معنا كل السهره. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. شكرا لك.
هاني شاكر. وقبل التوقف مع بريك بقلكم انه التصويت بعده مستمر على الارقام اللي عم تمرق على الشاشه، وخليفه مايا ومحمد مصيرهم بالدق وهن متوقعين من جمهورهم كل الدعم. بريك علينا وبعده منتابع وحده من اجمل سهرات ستار اكاديمي 3.